متابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. مرة أخرى نلتقي مع السي محمد الشروق باش نناقشوا الحالة. دائما في الحدث، المنتخب الوطني المغربي فاز مقابل الأخيرة ب5-2. سي محمد الشروق مرحبا بك. شكرا سي مستعان الاستضافة وتحية للمتابعين لهذا اللايف. سي شروق، 5-2 واش هي نتيجة مطمئنة بالنسبة لك بالنسبة للمنتخب المغربي في الطريق نحو الفوز بهذا الكأس هذه؟ وبصراحة فوز بهذه الحصة هذه ما يكون إلا مطمئن، خاصة بعد جوج مباريات. الأولى اللي كانت فوز، يعني المباراة الأولى مهم هو الفوز في أي دورة. المباراة الثانية كانت خلات أصداء سلبية، وكانت ملاحظات كثيرة على سميتو الكوتشين ديال عموته وعلى العطاء ديال المنتخب وعلى الفرص اللي مشاو. والجمهور المغربي كان كيتسنى المباراة الثالثة يعني بعلامة استفهام، ولكن كانت إجابة. كيفما قلنا لك خطرة، يعني فاش كان الأداء جيد كانت النتيجة جيدة. ميمكنش يقول لي شي واحد بان النتيجه الاداء ما يكونش ولا تكون النتيجه، ما كان خاصه ان المقابله تقسمت على جوج. الشوط الاول كان الاداء اللي هو كارثي، ما كانش النتيجه. الشوط الثاني كان الاداء جيد وجات مع النتيجه، ولكن كانوا تغييرات ديال غادي نرجع دائما للمدرب والبصمه ديالو. كان كانوا تغييرات خاصه الحافظين فاتي هذا، وكان لهم واحد الدور. وشنا كيفاش المنتخب تحكم في مجريات ديال اللقاء وسجلوا 5، وكانوا كان المنتخب انه كان ينهي المباراه بحصه ثقيله. من هذيك اسمح لي سي شروق، هذيك القاعده تاع واش كان المنتخب اللي قوي ولا كان الخصم هو اللي ضعيف؟ بجوج بجوج، ولكن في الشوط الاول المنتخب غادي كان حاضر ولا وسط يسجل، يعني ماشي ضعيف. ولكن المنتخب المغربي داك الاورغاي داك الكبرياء تحرك فيه، راه حامل اللقب، راه كان عند تقصاو، يعني كان عند تكون كارثه يعني كبيره. فكان داك رد الفعل ولا تنحيي اللاعبين صراحه، يعني هذا القوه الذهنيه، هذا الكاركتير، انهم رجعوا في المباراه، ماشي رجعوا في المباراه، رجعوا في المباراه وداروا ما بغاو صراحه. وكان الحصه كما قلت لك كانت تكون ثقيله لو ان الكعبي سجل ذاك الفرص اللي تاحوا ليه. على ذكر الكعبي، ما تشوفش بان قصر ذاك النحس اللي كان ملازمو، ما نقولوش لازمو، ولكن هو النحس اللي ما جاش في الماتش الاول مع الماتش الثاني، واش قصر هذا النحس بتسجيله ضربه جزاء؟ هو بين الكعبي من سجل الهدف وكانه سجل شي هدف يعني حاسم في يعني في شي تظاهره ونهايه، يعني كيفاش هو تعمل ذاك التسجيل ديالو. حتى اللاعبين راه بان كيفاش كيتكلموا معاه، كيفاش كيزولوا المونتال، كيفاش كيزولوا المورال، كيفاش كيدوي معاه. يعني كان واحد العقل بحال هرس كما قلت، يهرس واحد يعني الكعبي، تقدر تقول الكعبي قبل ما يسجل، الكعبي قبل ما، وكنتمنى باش الهدف يكون فاتحه خير انه يبدا. شي وحدين تيهضروا على الضغط اللي مارس على الكعبي، الضغط لو ستريس، الضغط. علاش الكعبي غيتمارس على الضغط؟ هذا هو بادي في تورنوا جديده، جاي من الوداد محقق يعني مسجل اهداف، علاش شنو السبب تاع الضغط هذا؟ والسيد يلا يعني لاعب مقابله ولا مقابلتين، شنو السبب تاع هذا؟ دابا واحد القضيه، دابا كل واحد كيقول اللي بغى صراحه، وكل شيء كيدوي في الكوره. الضغط اول الكوره اللي ما كانش فيها ضغط راه ما كايناش. راه الضغط هو اللي كتكون لاعب في البحر، شي تكون لاعب في البحر وكاين عليك الضغط، لاعب مع صحابك وكاين الضغط انك تربح. فما ادراك انك لاعب في دوره وكتمثل واحد البلاد، وخاصه الكعبي راه لعب في الوداد ولعب في الصين وهداف ديال الدوره السابقه، راه لعب اكتسب نوع من الخبره. غير هو كهداف ملي الكره الفرص كيبداو يتزقلو، هو كيوقع له واحد البلوكاج، مونطال كيبداو يتساءل علاش ما كان. ولكن ملي كيبدا يسجل هو فتح الباب عاوتاني كيرجع، لانه لاعب عنده خبره وغادي يبين. انا متاكد بانه غادي يعطي المباراه الجايه 5-2 بالنسبه للمنتخب المغربي. واش بالنسبه لك انت غتفتح لهم يعني بحال غتفتح لهم واحد الامل يمشوا بعيد في هذا الكاس؟ والامل كاين، الامل كاين قبل ما تبدا الدوره. المغرب مرشح انه يفوز بالدوره ويحافظ على اللقب ديالو، يعني هذه راه كاع المتتبعين حاطين المنتخب المغربي في مقدمه الى جانب البلد المضيف الكاميرون. الامل راه كاين، الامل كاين، ويعني جميع الامكانيات
كيتوفر على المنتخب باش يحافظ على اللقب ديالو. وتا خمسة الجوج يعني لعب فيها رحيمي واحد الدور كبير. ورحيمي كالرجل المقابل. رحيمي تبارك الله هذاك اللاعب الشاب راه ماشي عارف مع المنتخب حتى مع الرجاء كنشوفو دائما تيحسم مباريات ولعاب اللي غادي يشد الطريق ديالو ونتمنوا له مسار احترافي كبير. انت شروق واش مع ان رحيمي يحترف هذا الوقت هذا ولا يبقى شويه في الرجاء ولا حيت كثرت الهضره على انه غادي يمشي للسعوديه ولا يمشي لشي بلاد في الخليج؟ لا هو في هذا الوقت هذه انا ما كنظن بصعيب الرجاء انه يطلق رحيمي لان عنده بعد على الاقل عنده مباراه ديال النهائي ديال كاس محمد السادس. هذيك المباراه الرهان المالي ديالها كبر من البيع ديال العقد ديال الرحيم. المباراه تكون في فبراير يعني مورا فبراير. واش انت مع الراي اللي تيقول بان الرحيم خصو يمشي بهذه اللغه تاع الكره يدبر على راسه؟ لا ورحيم ان مع الرجاء يعطي الرجاء شويه من داكشي اللي عطاه. لا شوفوا باش تنقلوا على القضيه الرحيمي لا نقاش بالرحيمي غادي 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 للاحتراف غير امتى؟ ماشي الرجاء ما غاديش تسوقو. انا تنقول لك وحنا راه قبل كتبنا مقالات على هذا الشيء بان الرجاء والمكتب المديري ديال الرجاء عبر بانه كيرفض رفضا مطلقا البيع ديال العقد ديال التفريط في الرحيم لانه محتاج ليه. انت محتاج لواحد المباراه وحده اللي كما قلت لك الرهان ديالو راه الملايير. واخا الرحيم دابا السقف اللي وصلوا هذا المبلغ الكبير هو كاين حديث على 2 مليون ديال الدولار. هذيك المباراه عندك الكاس راه 6 مليون ديال الدولار. اذا ما يمكنش. ورحيمي وانا كيبان لك من رحيمي بقى في الراجا ومع المنتخب كيتنادى عليه المنتخب الاول وباقي المسار ديال المنتخب المحلي ونتمناو يمشي كل مسار جيد ويفوزوا باللقب. فحتى يعني الثمن ديالو تترتفع القيمه ديال اللعابه ترتفع. ما غاديش يجي 2 مليون ديال الدولار. راه بن الشرقي راه مشى ب 5 مليون 5 مليون ديال الدولار. وكاين لاعبين يقول لك ان الاحتراف تاع رحيم ما خصوش يمشي للخارج يعني واخا يجي واحد المبلغ اللي قليل من اوروبا يمشي لاوروبا باش يطور الاداء ديالو. واه الا كان الا كانت امكانيه انه يمشي لاوروبا فافضل لان كنعرفوا دابا الخليج الخليج بحال تقاعد ديال النجوم ولا ما نقولوش مقبره ديال النجوم تقاعد ديال النجوم راه شفنا بن عطيه شفنا واحد العدد ديال اللاعبين يمشوا للخارج. رغم ان البطولات ديالهم تما تطورات كانت البطوله السعوديه مع البطوله القطريه كاين واحد النجم. لا واخا تطور انت كلاعب مغربي موهوب راه مشيتي لاوروبا لعبتي في اسبانيا لعبتي في المانيا ولا في انجلترا راه بحال السفري مثلا السفري من الرجاء مشى لانجلترا راه كيفاش عاد مشى للخليج طلال راه مشى لباريس بي اس جي عاد مشى للخليج. ملي كتمشي للخليج واخا البطوله السعوديه بطوله قطريه ما يمكنش نقارنها مع بطولات اوروبيه وتكون انت لاعب موهوب وصغير السن صغير السن. ف مثلا رحيمي وتي كنتمناو انه مشى لبطوله اوروبيه راه تشوف لاعب اخر وبقدرات اخرى ويمشيو تما يخرجوا من اللعب الثاني شي حوايج اللي باقي ما خرجش شي طاقه شي ابداع شي حاجه اللي باقي ما خرجش. المنتخب المغربي دابا لحد غيلعب مع زامبيا بالنسبه لك هذه المقابله كيفاش خصها تتلعب؟ واش يكون الاحتراز ولا ان المغاربه خصو يفرضوا الاسلوب ديالهم في اللاعب ولا ش... لا هو دابا عموته كما غادي يرجع للتحفظ ديالو غادي يرجع للتحفظ ديالو الا اللي خدا درس من المباراه الاخرى. المنتخب هذه مباراه ما فيهاش حسابات ما فيهاش نقاط فيها فوز او اقصاء فلا جيستيون يعني التدبير ديال المباراه غادي يكون على حسب المباراه. ولكن انا كنظن المغرب راه داخل فافوري يعني داخل المغرب راه كلشي كيعطي بان المغرب منتصر. المغرب هو اللي مفروض انه هو يدير يتحكم في مجريات ديال اللقاء وعندك لاعبين جميع المواقع من الحارس حتى الهجوم عندك لاعبين اللي ما مسموحش لك انك ترجع الله وتبقى تسنى ولا هذا يعني انت خصك تكون مبادر خصك تكون عندك مبادره ديال التهديف. وانا متاكد بان عموته ضروري يستخلص الدرس من ذاك الشوط الثاني ضد اوغندا. التشكيله المحتمله بالنسبه لك؟ كنظن التشكيله غتكون ديال الشوط الثاني ولكن مع الحفاظ على الكعبي. الكعبي هاد الشيء حدين تقول ان الكعبي ما خصوش يبدا المقابله من الاول فهمتي ولا لا؟ لا يحتفظ بهاد 20 دقيقه الاخرى ربما يعطي اكثر. لا اظن وحتى دابا حتى هرس النحس غادي نحطو ملي كان كيزقل الفرص
بقى لاعب بقى خلاه عموته باش خلاه يحافظي على المورال ديالو. هذه زعما هذه مساله زوينه. فحتى سجل عاد تقول لي نو هذه الكعبي. انا كنقول لك انا نظري انا الكعبي كاين حاضر من 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 الاول. خلطه راه تاع زامبيا خاصها تجاز يعني بسهوله المنتخب المغربي هو فارض. لا شوف احمد لا انا شخصيا بعدا ما عمري تنقول شي مباراه سهله، لان ديما ملي كنهضر على الكره تهضر افيك ريفيرونس مرجعيه تاريخيه. كره ما كاينش شي مباراه انا لا اعتبر شي مباراه سهله، ما كايناش ما كاينش مباراه سهله. لان كتبدا المباراه عندك 11 لاعب 11 في الملعب، كاين شي حوايج اللي كاين طوارئ، كاين حوايج اللي كيوقعوا ديجا بروفي يعني شي حوايج غير منتظره اللي توقعوا في مباراه ديال كره القدم. يقدر عندك واحد اللاعب اللي انت معول عليه يقدر في 5 دقائق يقدر يتوعد، يقدر يتطرد، يقدر يتطرد في جهه اللعابه، يقدر يتطرد في الحارس، يقدر الحارس يتبليصه، ما تعرفش اشنو. لا كره فهمتي، كره هذيك كيقولوا هنا كيقولوا الجلده فهمتي عامره نو. لان ما يمكنش تقول شي ممكن شي مباراه سهله، والتركيز خاص يكون على انك داخل لاعب مع خصم ديال الكره خاص تربحو فوالا. ما تفكرش في ما وراء زامبيا، هذه حتى هي مساله مهمه. نفكر في المباراه. المحور ثانا ديالنا السي شروق هو قضيه تاع الكاس تاع المنتخبات المحليه. ما تشوفش ان تكون واحد المشكل باش الفرق المغربيه ياخذوا شي لعابه، خاصه ان بانوا شي لعابه اللي يقدروا يلعبوا في البطوله المغربيه. هو فعلا وراه كما قلنا في الحلقه اللي فاتت دابا هذه بطوله الشان راه كاين لي ماناجور، ومنقول راه ممكن انه ممكن ان ما انا ما متاكدش، ولكن دابا تلقى دابا واحد العدد ديال الانديه المغربيه داير العين اللي يمشي عند داير العين. ربما دخلت مفاوضات مع بعض اللاعبين لا في كوت ديفوار ولا في هذا هو الجميل تاع المسابقه تاع المنتخبات المحليه، لان تعطي الفرصه للاعب باش يقدر يحترف على برا. علاش علاش انا في الحلقه اللي فاتت كنت انا معاه ماشي مع الناس، اغلبيه الناس كانوا ضد هذا الشان ما عنده قيمه. نو انا صراحه انا كنت من الناس اللي مع هذا التنظيم ديال الشان اللي تعطي فرصه للاعب المحلي وبغض النظر على السن. تقول السن لا خصو يكون قل من هذا، نو اي لاعب محلي تيتلعب. تخيل دابا مثلا الكونغو مثلا في زامبيا في اوغندا رواندا، غدا بعد غدا غتلقى واحد اللاعب كان يلعب ضد المغرب غتلقاه في شي نادي مغربي. هذا سوق، الدور سوق. فوز القجع الفيفا وا صراحه هذا يعني هذا يعني مفخر للمغرب صراحه، ان يكون واحد المغربي مسؤول مغربي يتقبل في انه يكون في سميتو في ترشح العضوي ديال الفيفا. اللي عطى الاهميه لهذا الموضوع هو ان القضيه تاع رفض الترشيح ديال الزبشي واش دخلوا هما حسدا عن انفسهم. ودابا هما بالعكس هما دابا اتهموا القزاع بان راه هو اللي بلوكا هذاك الترشيح وهذا يعني. ودابا شوف دابا الجزائر خاسره في اللحظه، ما خصناش نفصلوا ما هو رياضي على ما هو سياسي على ما هو. الجزائر دابا الهم ديالها هو المغرب، اي حاجه ديال المغرب. ولكن المهم الحمد لله كل شيء بينيفيك، كل شيء كل شيء كل شيء صالح المغرب على المستوى السياسي على المستوى الرياضي على جميع المستويات. المغرب الحمد لله والقجع راه ثبت بانه صراحه في الموضوع. وتشوف ان وجود القجع في الفيفا راه ايضا رساله ان الجامعه الملكيه المغربيه راه خاصها بزاف الحوايج تطورهم بطبيعه الحال. يكون عندك الحكامات يكون عندك واحد العضو في ذاك الجهاز هذيك راه كتسمى امبراطوريه لا فيفا، راه من اكبر ما تيلعبوش راه من اكبر الامبراطوريات في العالم هي لا فيفا. راه الاعضاء اللي فيها اكثر من الامم المتحده راه اكثر من 200 الامم المتحده راه ما فيهاش العدد اللي كاين في لا فيفا. يعني باش يكون عندك واحد العضو في ذاك المكتب التنفيذي تما هادشي راه مفخر للمغرب وراه يدافع على المصالح ديال المغرب. وانا اللي عجبني في هذا القجع ما ترشحش انه يكون مثلا في لاكاف الاتحاد الافريقي، راه ممكن انه يترشح الرئاسه ولكن هو مشى بعيد. لا حتى العضويه ديالو في المكتب التنفيذي تاع الفيفا تتخول ليه اوتوماتيك يكون في لاكاف. وحنا كنعرفوا بان لا فيفا في هذا احمد راه لا فيفا راه مدير اليد على يعني شبه وصايه على الكاف. وصراحه هذاك المسار صراحه بحال دابا القجع كان المسار عنده
ناجح نعم. كل موضوعيه جا السيد جا الجامعه شوف النادي ديالو كيفاش دابا كيفاش الهيكله ديال كيفاش تهيكل كيفاش منظم ما كتسمعش مثلا من هذا البركانيه ما عندهاش نزاعات ما عندهاش نزاعات في الجامعه ما عندهاش نزاعات في الطاس الفريق الدلاكاف كان هذه سنوات قليله راه كان في القسم الثاني كيلعب في ملعب عادي جدا الملعب ديالو دابا البركان ولات من الفرق اللي قويه لا صراحه يصرخ عطى واحد النموذج عطى واحد النموذج ديال المسير الرياضي اللي عنده امكانيات شخص يعني ذاتيه في التكوين ديالو بعيدا عن الكره فهو استغل هذيك الامكانيات اللي عنده بعيدا عن الكره استغلها في الرياضه وكنشوفوا السيد كيفاش على جميع المستويات على مستوى التكوين على مستوى تدشين مركز محمد السادس واحد العدد من المنتخبات بقى لنا غير واحد لاكوب هذاك ديال 76 نقلبوا ليه في الدوره الجايه ان شاء الله. البطوله دابا موقفه على بسبب يعني كاس الافريقيا تاع المنتخبات المحليه واش هذه القضيه غتخدم الفرق ولا ما تخدمش الفرق وشكون الفرق اللي غتخدم واش الفرق اللي كانت متعثره ولا الفرق اللي كانت في الصداره؟ واضحه بان خدمات الفرق كانت متعثره اللي دارت انتدابات بحال مثلا عطيك مثال على سبيل المثال الدفاع الحسني الجديد كان عنده مشاكل وبن الشيخه انا سمعته البارح بانه صلح الدفاع كان عنده مشكل في الدفاع انه هو ثالث هجوم واضعف دفاع فهو استغل الفرصه ديال التوقف ولكن الفرق اللي كانت غادا مزيان في البطوله فهاداك التوقف راه كيحتل اللعابه ديالها راهم لاعبين دابا كاينين حاضرين في الشان في الشان ولكن دابا حنا يلاه في الدوره الخامسه فغيبداو الدورات توصل الدوره 10 اللي عنده شي حاجه اللي عنده الفريق اللي عنده امكانيات راني بان دابا بحال فاش تبدا البطوله بحال يلاه بهذه الدوره الاولى بعد التوقف تاع شهر ولا هذا سيرتو اننا المنتخب المغربي مشى للمقابله ولكن ولا بدا ولكن ماشي بحال الاول ضروري كان عندك خمسه دورات عندك الترتيب عندك هذا عندك اللعابه اللي كانوا في الشان كيفاش غادي يرجعوا كيفاش تعاود ثاني الادماج ديالهم كيفاش تانتيغرو مع الجروب كيفاش غادي يكون التاثير ديالهم خاصه الا كان شي نتيجه مزيانه جبنا الكاس فهذوك اللعابه اللي كانوا حاضرين تما غادي يكون عندهم واحد الاشاعه تكون عندهم واحد الدور مع الزملاء ديالهم في الفرق ديالهم يعني قلت لك نرجعوا للنقطه اللي بدينا بها الحوار المنتخب المغربي دابا المحليين نهار الحد مع زامبيا اشنو هو السيناريو المحتمل بالنسبه لك؟ ولا كنعطي انتصار للمغرب يعني أنا متفائل لا انا كنقمل انا واحد 2-0 نهيو الحلقه بالتفاؤل ديالك سي شروق ومتتبعين قناه انفاس بريس الى اللقاء في فتيل مباشر بحول الله دائما مع سي شروق.